السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خير ما نستقبل به مجلسنا آيات من الذكر الحكيم، فليتفضل القارئ محمود وليد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه إلا كان كأجر الحاج تاما حجته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل من ميزان حسناتكم يوم القيامة. الشيخ سليم بن صفية حفظه الله ورعاه، من هو؟ الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، إن أردت أن تعرفه فهذا والله من أصعب الأمور عليه، ذلك لأنك ستعرف المعرف، وإذا أردت أن تعرف المعرف ماذا ستبحث؟ هل تبحث عن أدوات التعريف؟ خلاصته كما قيل، إذا أردت أن تعرف المعرف زده هو. فالشيخ حفظه الله ورعاه خريج جامعة خروبة، يحمل ليسانس في الأصول، يحمل ليسانس في الحديث من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، له ماجستير ودكتوراه في الدعوة، له نشاطات كثيرة لله الحمد، مجهوده معروف لله الحمد في مجال الدعوة والتعليم والتربية، له عدة مشاركات في عدة من المؤتمرات والمنتديات والأسابيع العلمية، منها هذا الأسبوع. الأستاذ إمام وخطيب بمسجد ابن حدالت، أستاذ محاضر في جامعة خروبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. نرحب بشيخنا وأستاذنا ودكتورنا أبي يزيد سليمان بن صفية، نسأل الله عز وجل أن يبارك له في علمه وفي أهله وفي ذريته وماله، وأن يغفر له ولوالديه ولمن حضر مجلسنا وللمسلمين والمسلمات. موضوعنا اليوم كما تم الإعلان عنه من قبل، الصحابة والقرآن. تقرأ القرآن والقرآن يسمعك، تسمع القرآن والقرآن يسمعك. القرآن فيه من العلم الخير الكثير، بل هو العلم بعينه. إذا أردت أن تزكي نفسك فعليك بالقرآن، إذا كنت تبحث عن الشفاء فابحثه في كتاب الله تبارك وتعالى. لا أزيد عن هذا، وأحيي الكلمة لفضيلة شيخنا وأستاذنا فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فيطيب لي أن أشارككم في هذا المجلس الطيب مجالس الذكر التي هي من أسباب زيادة الإيمان. وقد كان الصحابة الكرام يتنادون بينهم أن هلموا بنا نؤمن ساعة من زمان. فهذه المجالس مثل ما تفضل الشيخ جزاه الله خيرا، أولا على استضافته لنا المشاركة في مثل هذه الأسابيع الدعامية المباركة، وهي صحوة إسلامية انبعثت من مساجدنا، ومساجدنا هي معاقلنا، ومساجدنا هي مصانع ولداننا وفتياننا ورجالنا.
تقاس المجتمعات في مساجدها. كلما كان المسجد حيا كلما كان المجتمع حيا، كلما كان المسجد فاعلا في معالجه المشكلات الاجتماعيه والمشكلات السلوكيه والاخلاقيه وكل انواع المشكلات، كلما كان المجتمع راقيا. وعلى الضد من ذلك، ما وجدت مجتمع فيه خلل الا وجدت المسجد او احد اسبابه عزوف المسجد عن دوره. ولذلك لما ذكر ربنا جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه ذكر صفات الرجال، ولما نقول الرجال هم الذين يبنون دولة الإسلام، وهم الذين يحملون هم الإسلام والمسلمين ويدافعون عن بيضته ويعلون كلمة ربهم، هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في معرض ذكر المساجد، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك كلما نرى مساجدنا قد عبرت بحلق الذكر والأسابيع الدعوية كلما استبشرنا خيرا، ولكن لا بد أن نعلم أن هذا الخير يغيظ الأعداء، فإن الأعداء حينما يرون اجتماع المسلمين ويرون اندعاد نشاطهم وصحوتهم واستعادة المجتمع لميزانه الحقيقي، لا شك لأن هؤلاء لا يريدون للمسلمين والمؤمنين خيرا. فلذلك لا بد أن يغلق الإنسان نفسه على الدسائس وعلى المكر الذي سيأتينا من قبل هؤلاء، ولكن الله عز وجل ناصرنا، والله عز وجل مؤيدنا، والله عز وجل مظهر هذا الدين ولو كره الكافرون والمغرضون والمنافقون ومن في الأرض جميعا. الحديث عن القرآن والصحابة حديث عن شيئين لا يفترقان. نقول الصحابة والقرآن بمعنى أن القرآن كان ملازما للصحابة في كل شؤونهم. فإذا أردت أن تعرف أثر القرآن في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم فانظر إلى حالهم كيف كانوا. فلما نزل عليهم القرآن كيف أصبحوا؟ العرب قبل أن يمن الله عز وجل عليهم ببعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مجموعة من الرعاع الهمج، ليست لهم دولة ولا حضارة ولا عزة ولا ذكر، كانوا مجرد خدم لأسيادهم من الروم ومن الفرس، لم تكن لهم قائمة، كانوا يعيشون عيشة البهائم، وشهدوا هم بذلك. تعلمون لما جاء جعفر بن أبي طالب عند النجاشي فحدثه بما كان من شأنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته. كنا قوم يأكل منا القوي الضعيف، حديث يدعي بن عامر لما جاء إلى رستم فأخبره كيف كانوا وكيف أصبحوا، قول عمر الخطاب رضي الله عنه الذي صار عنوانا وشعارا، نحن قوما كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، الإسلام هو القرآن. ولذلك لما قال ربنا جل جلاله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصموا تمسكوا، قال المفسرون حبل الله هو الإسلام وقيل هو القرآن. قال العلماء إنما يعرف الإسلام بالقرآن، وهذا ما يسمى بالتفسير باللازم، فلا يمكن أن يكون الإسلام إلا إذا كان هذا القرآن. فلذلك انتقل ذلك الجيل الذي كان لا يدافع حتى على أرضه ولا عرضه. تعرفون قصة أبرهة الحبشي لما جاء من أجل أن يهدم الكعبة، قريش كلها خرجت هاربة بنفسها وبأموالها إلا رجلا واحدا قال إني رب الإبل وإن للبيت رب يحميه، بعد 70 سنة. فإذا بهؤلاء لا يفتحون مكة فقط، فإن مكة فتحت من غير سر ولا دم ولا روح، وإنما هدوا دولتين عظيمتين،
دولة الفرس ودولة الروم، ما الذي حدث فيهم؟ ما الذي نفخ في روحهم؟ كانوا أمواتا فأحياهم، أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأول أثر للقرآن في الصحابة أنه أحياهم وجعل لهم السيادة والريادة خير أمة أخرجت للناس. كنتم أول من خاطب به الله عز وجل من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الصحابة بالإجماع جيلهم كان أفضل جيل في جميع الأصعدة. تعالوا بنا نتأمل آية الخيرية. قال ربنا جل جلاله: كنتم أيها الصحابة والتابعون وأتباعهم خير أمة أخرجت للناس. بماذا نالوا هذا الشرف؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأملوا إلى هذا الخطاب. قال الله عز وجل: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم قال: تؤمنون بالله. لماذا قدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن الإنسان لا يكون على الدين والخلق إلا إذا كانت الغيرة على دينه، وغيرة على عرضه، وغيرة على سنة نبيه وعلى كتاب ربه. ولا يمكن أن تنفق فيه هذه الغيرة إلا إذا أشرب قلبه بالقرآن. ولذلك قال العلماء: بقدر تعظيم القرآن وعظمته في قلبك تكون الغيرة على دينه في نفسك. وكلما طفأت جذوة القرآن في القلب كلما قلت الغيرة. بقدر محبتك للقرآن واعتنادك به تزداد غيرتك على دين ربك جل جلاله وعلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبقدر ما يتخلف القرآن في قلبك يبدأ بعد ذلك يزول تلك الغيرة في نفسك، والله المستعان. ولذلك جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما ميزهم علينا؟ أنهم كانوا لا يسكتون على منكر رأوا. ولذلك تأملوا قول الله جل جلاله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، إمام المذهب، يقول: لو أن الله عز وجل لم ينزل من القرآن إلا هذه الصورة لكفت الناس. يعني ربي لو كان ما نزلش علينا القرآن إلا هذه الصورة فقط لكانت كفاية لنا. لماذا؟ لأنها ذكرت لنا الطريق إلى الجنة والسعادة والأنكة والخيرية والتطور كل ما أنت تحلم به. والعصر قسم بالزمن الذي نعيشه، سواء الزمن هذا أو الزمن الماضي أو الزمن الذي سيأتي. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، سواء كان مفردا أو كان أسرة أو كان مجتمعا أو كان دولة، كل الناس سوف يخسرون. ثم استثنى الله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا. السؤال: هل يمكن أن يؤمن الإنسان دون أن يعلم القرآن؟ الجواب: لا يمكن. ولذلك تأملوا قول الجليل وغيره وقول عبد الله بن عمر، قال: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. لا يمكن للإنسان أن يحافظ على إيمانه وأن يعلو عند ربه إلا إذا أشرب قلبه بالقرآن. قال: إلا الذين آمنوا. ثم بعد ذلك، هل الإيمان يكفي أم لا بد أن يترجم بالأعمال؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لما نقول عملوا الصالحات لابد أن تكون من جيل يصلي الفجر في وقته، لابد أن تكون من جيل يخاف على عرضه ويحفظ أهله وبناته ويحفظ أخواته وأمه وإخوته، لابد أن تكون من جيل الذين يعملون الصالحات، الذين إذا سمعوا قول الله عز وجل افعلوا فعل، لا تفعلوا لا تفعل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكفي هذا؟ لا والله. إلا الذين آمنوا
وعمل الصالحات ثم ماذا؟ وتواصوا بالحق. التواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك شوف دين الصحابة رضوان الله عليهم، لماذا قل المنكر في ذلك المجتمع؟ ما هو السبب؟ ولماذا كثر المنكر في زماننا وفي أحيائنا وفي طرقاتنا وشوارعنا؟ أعظم الأسباب هو السكوت على المنكرات. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قلبه أشرب بالقرآن وهو يحتضر، تصور هذا المنظر لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي، فلما سقي باللبن رضي الله عنه وأرضاه خرج من جوفه وعلم أنه سوف يموت، رأى رجل شاب دخل وفيه مخالفة لباسه، فعمر الخطاب وهو يحتضر في الممات لم يسكت على منكر. ربما نحن بالنسبه لنا منكر يعني ليس بشيء ومش منكر عظيم، ولكن لانه علم ان هذا الدين لا يستقيم ولا تستقيم المجتمعات الا اذا امر الناس بالمعروف ونهى الناس عن المنكر. ولذلك فضلهم الله عز وجل بمثل هذه الميزه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ثم ماذا؟ وتواصوا بالصبر. فاعلم ايها المؤمن انك اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ستبتلى. سوف ياتي من يطعن في عرضك، سوف ياتي من يضيق عليك في معيشتك، سوف ياتي الظلمه واعوان الظلمه الذين يريدون ان يسكتوا قول الحق وان يطفئوا نور الله، والله يتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون والمغرضون. إذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعظم أمر أحدثه فيهم القرآن أنه نقلهم من النقيض إلى النقيض. نحن الآن لا يشك عاقل بأن الأمة الإسلامية قد وصلت في هذا الزمن إلى أدنى المستويات في كل المجالات، سواء مجالات الحياة أو مجالات الديانة أو مجالات الخلق، عدد ما شئت، ما من مجال الا ونحن في اخر الوقت. اذا حبوا يرتبونا في التعليم نحن في الاخير، حبوا يرتبونا في الصحه نحن في الاخير، حبوا يرتبونا في التسلل وفي القوه نحن في الاخير، في التمدن والرخاء نحن في الاخير، في كل شيء نحن في الاخير، لم نتقدم الا في التخلف. التخلف نعم نحن الاوائل، اما في كل خير فنحن في الاواخر. إذا أردنا أن ننتقل من النقيض إلى النقيض لابد أن نعيش ما عاشه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. مثل هذه المحاضرات، مثل هذه الندوات لا تريد منا فقط حشو للمعلومات أو نتعرف على الصحابة كيف كانوا، نعم هذا مفيد، ولكن نريد أن نجعل من هذا المراس كشافا طريقا يدلنا على الخروج من هذا النفق المظلم الذي دخلنا فيه منذ سنوات. ولذلك لن اذكر شيئا من اثر الصحابه رضوان الله تعالى عليهم الا واحاول ان اربطه بواقعنا حتى نخرج بالنتيجه الموجوده. اذا نقول اذا اردنا ان ننتقل من النقيض الى النقيض، من الضعف الى القوه، من الذله الى العزه، من المهانه الى السؤدد، لا بد ان نعظم القرآن في قلوبنا، ولا بد أن نكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كل ما أمر الله به وكل ما نهى الله عز وجل عنه. ولذلك تأملوا قول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، أن هذه الكلمة هي قاعدة، يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. حتى تسلم هذه الأمة لا يوجد أي طريق، لا توجد أي وصفة، لا يوجد أي منهج إلا أن ترجع إلى المنهج الذي كان عليه الصحابة في الفترة. الآن منذ سقوط الخلافة العثمانية كم صار لها؟ تقريبا 100 سنة. شحال من نظام جربته الدول الإسلامية؟ كم نظام؟ الرأسمالية، الليبرالية، الاشتراكية، كل الأنواع. هل أفلحت؟ الجواب والله لم تزد المسلمين الا تخلفا، ولم تزد اعداء الله عز وجل الا تنمر عليهم،
حتى صرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ما الذي أحدثه القرآن في جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ جعل الواحد منهم يرتفع بنفسه وبدينه إلى العلياء والجوزاء. إذا أردت رفعك في الدنيا والآخرة، أردت أن تكون من المقدمين، نحن عندما نصلي كأننا وفدنا على من؟ على ربنا جل جلاله، كما جاء في بعض الآثار أن الإمام في الصلاة هو مقدم الوفد إلى الله عز وجل. شفت الناس لما يروح عند الملك يروح وفوج يقدمون من الذي يكون في أول الفوج؟ يكون أفضلهم، هو الذي يقابل الملك. نحن في صلاتنا من الذي يتقدمون إلى ربنا؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس من أقربهم لكتاب الله عز وجل؟ فأعطاه الله عز وجل الشرف، شرف التقدم. فلذلك هو مقدم في الإحرام ومقدم حتى في القبر. كان الصحابة إذا دفن اثنين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم أخذا للقرآن. يوم القيامة من يرتفع؟ اقرأ حديث أبي داود، حديث عبد الله بن عمرو العاص: اقرأ وارقى فإن منزلتك عند آخر الآية تقرأها. ولهذا جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان كما في صحيح البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية في سنن بإسناد صحيح: يقول إن للناس أهلين. الله عز وجل عنده أهل. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ شو هم أهل الله عز وجل؟ قال: أهل الله وخاصته، أو أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذا أردت أن ترتفع في الدنيا تكون عندك شأن، لأن الكثير من الناس يطلب الشهرة، يطلب الرفعة، أن يذكر بين الناس، يؤمل أن يرتفع عند ربه يوم القيامة، يريد أن يرى أولاده لهم شأن في هذه الدنيا وفي الآخرة. كل واحد، كل أب يقولون: ما من أحد يريد أن يكون غيره خير منه، دائما تذهب تكون أفضل الناس. إلا الأب يريد أن يكون ولده أفضل منه وأفضل من الناس. إذا أردت الشرف لولدك ولنفسك والرفعة في الدنيا والآخرة فعليك بالقرآن. لذلك نوبه دائما على آذان الآباء والأمهات. أحب الولد التعب تفرح به في الدنيا ويشار به بالمنام. صدقني والله الذي لا إله إلا هو. اسألوا بعض الآباء الذين رزقهم الله عز وجل بأبناء حفظ القرآن وأم الناس. اسألوا عن شعوره وهو يصلي خلف ابنه: رأيت هذا لأم عيني وشهدته. تجد الأب لا تسعه الفرحة، وتجد الدموع تسيل مدرارا بأنه قد بلغ من المجد والفخر ما لا يقع به. والله لو قيل له إن ابنك طبيب أو مهندس أو كذا أو كذا أو كذا لما كان الفرح يغزو قلبه كما كان لما يرى ابنه إماما يؤم الناس. كيف إذا جاء يوم القيامة ورأى هذا الابن قد ارتفع عند ربه وألبس تاج الوقار، بل كان سببا في أن يلبس الله عز وجل والديه تاج من البقر. ولذلك كان الصحابة هذا هو ديدانهم. انظروا إلى صريع عمر بن الخطاب مع ابنه عبد الله بن عمر لما كان في مجلس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، ثم كانت إجابة عبد الله بن عمر أو استحى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بني والله لا أن كنت قد أجبت، يعني لو جاوبت لكان أحب إلي من كذا وكذا مما في الدنيا. ولذلك نقول الصحابة ارتفعوا ورفعهم الله عز وجل وطيب ذكرهم. الآن حينما نذكر من؟ نذكر أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ونفتخر بالانتساب إليهم. قد عاش في ذلك الزمن أمم وأمم، أين هم؟ لا يسمع بهم
أحد. من الذي رفعه؟ رفعه الذكر والقرآن العظيم. ولذلك تعجبني كلمة عبد الله العزيز القديس رحمة الله تعالى عليه إمام الإصلاح في زماننا، كانت له عناية بالقرآن عناية شديدة. وأول ما بدأ العلم بدأ في تعليم الولدان الصغار، فيقول رحمة الله تعالى عليه فيما معناه: إن بعث الأمة لا يكون إلا من القرآن ومن حلق الذكر. إذا أردنا أن نحيي الناس ونرفع عنهم هذا الغلو فلنبدأ ماذا؟ من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الأمر الثاني، ما الذي أحدثه القرآن من أثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ أحدث في قلوبهم الطمأنينة والسكينة والراحة التي غادرتنا للأسف. ألم يقل ربنا جل جلاله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمره، إن حزبه أحزنه، ضاقت عليه الدنيا، يقول: أرحنا بنا يا بلال. لماذا كان يدفع إلى الصلاة؟ لأنه كان يصلي إلى ربي. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. شفت لما تصلي الفجر في وقته وتستمع بتدبر بما يقرأه إمامك وتتأثر بصوته وقراءته، فتجد ماذا؟ قلبك قد غسل. كيف تبدأ يومك؟ قل لي بالله عليك كيف يكون ذلك اليوم؟ يكون من أفضل الأيام. تواجه جميع المشاكل بأريحية. لو جاءت هموم الدنيا بأسرها فستجد من قلبك الراحة والثبات والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف لما تحضر حلقة الذكر وتحضرها بنية الاستفادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها. الله عز وجل يصطفي، كرم الاصطفاء. شوف لما الله عز وجل يعطيك منصب ولا يعطيك صفقة مالية، هذا يعطيها الكافر ويعطيها المؤمن. لو كانت الدنيا تسوى عند الله عز وجل جناح بعوضة لما سقى منها الكافر. ولكن الله عز وجل اصطفاكم بأسمائكم وبأسماء آبائكم، فأتى بكم في وقت من الناس من يلعب، من الناس من يلهو، ومن الناس من يفعل المحرمات، ولكن الله عز وجل أتى بكم في هذه المجالس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، تنتهي الدنيا وملعون ما فيها، إلا ذكر الله عالم أو متعلم أو ذكر الله وما والاه. إما أن تكون معلم أو متعلم وذكر الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي نحفظه جميعا لرواه أبو داود والترمذي في سننهما: فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم، ما هي المزايا؟ إلا غشيتهم، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ولذلك الآن نحن في زمن الماديات والمشكلات، اللي يدخل من الصباح وانت مع المشاكل. مشاكل مالية كيف تأتي لبيت أولادك؟ مشاكل كيف تصل إلى عملك؟ ازدحام مروري، مشاكل في عملك، مشاكل لا تنتهي من الصباح إلى المساء. كيف تواجه هذه المشكلات؟ لماذا كثرت الآن الأمراض النفسية؟ شوف المصحات النفسية الآن عند الأطباء النفسانيين أو حتى أطباء اللي يسمى البسيكياترا. هذه لم تكن معروفة في جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول الإمام التلميذ وغيره أنه لم يقع في جيل الصحابة رجل أصيب بآفة نفسية أو ما يسميه الآن انهيار عصبي. رغم أنهم لم يكونوا يملكون مالا، كان الواحد منهم يربط بطنه بالحجر من الجوع. كان الواحد منهم إذا مات كمصعب بن عمير لم يجدوا ما يكفنوه به. إذا غطوا على رأسه ظهر ساقه، وإذا غطوا أسفل جسمه ظهر مال أعلاه. كانوا يعيشون شرف العيش في كل النواحي، ولكن كانوا من أسعد الناس قلوبا. من الذي أسعدهم؟ القرآن الكريم. إذا أردت السعادة، نريد السعادة الآن، ونطلع على هذه المشكلات النفسية التي غزت، كل ما تتلاقى مع إنسان
تسأل عن حالي إلى أن رحم الله عز وجل يقول لك كرهتها. حتى الأولاد الصغار في الصغير مازال 10 سنين 12 سنة يقول لك كرهتها، وش بهذه العيشة؟ ما بقاش عيشة وما بقاش. طبعا لا نقول بأن نعيش الحياة الهنيئة من الناحية المادية، ولكننا افتقدنا سر السعادة الذي وجده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أكثر الناس اطمئناناً وأكثر الناس راحة في قلوبهم. ولذلك وصف الله عز وجل القرآن بأنه شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة. بل جاء في حديث آخر عند الإمام الطبراني وابن ماجه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بشفائين العسل والقرآن، وفي رواية قال العسل شفاء للناس والقرآن شفاء لما في الصدور. أليس من الدعاء الذي ندعوه اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا؟ إذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عاشوا أفضل ما يمكن أن تتخيله من العيش. هذه اللي احنا نسموها معليش هذه اللغة اللي كنت لا أحبها، هذه اللي الناس تقول لك فلان عايش رباني. هذا الرباني اللي الناس غيرهم يروح في البحر حتى تعيشها أو تتعاطى المخدرات حتى تنسى همومها، كان الصحابة رضوان الله تعالى يعيشونها صبحا ومساء، ليلا ونهارا، سفرا وإقامة، لأنهم جعلوا القرآن ربيع قلوبهم. ما الذي أحدث القرآن في جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ جعله من أقوى الناس أخلاقا. نحن نعيش في هذا الزمن أزمة أخلاق، ودائما في خطبنا ومواعظنا وفي كتاباتنا وفي لقاءاتنا وجميع إخواننا نلندن دائما على أزمة الأخلاق التي نعيشها. ولا أريد أن أفصل الآن، أصبنا في بغتة في أخلاقنا، لا احترام للكبير ولا توقير للعالم ولا رأفة بالصغير ولا حياء ولا شجاعة ولا، فقدنا كل ما كنا نعيشه قبل 10 سنوات أو 30 سنة أو قبل ذلك. ما هو السبب؟ أعظم الأسباب لأننا هجرنا القرآن الكريم. جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أفضل الناس خلقا. ألم يقل الله عز وجل لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم؟ الصحابة كانوا يقتلون بنبيهم محمد ورسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحما بينهم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت خلقه القرآن. ولذلك تجد ما من خلق سواء في حياة أو في شجاعة أو في كرم أو في أي خلق إلا وجدت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أعلى المقامات. ما هو السبب؟ لأنهم تأثروا بالقرآن العظيم. ما الذي أحدثه القرآن في قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ أحدث عندهم ما يسمى باليقين وحسن الظن برب العالمين. كان الصحابي رضوان الله تعالى، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كان لهم إيمان بالجبال. الجبال الراسيات التي لا تزعزعها فتنة. مرت عليهم فتن الشهوات، مرت عليهم فتن الشبهات، ولكنهم ما غيروا وما بدلوا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أعطوني صحابي بدل، كانوا فقراء فأغناهم الله عز وجل فناظروا. تجد واحد من يكون فقير، يكون إنسان ما شاء الله، ما أن يغنيه الله عز وجل حتى يصير فرعون من الفراعنة. يكون صديق لك يهش في وجهك ويبتسم، ما أن يرزقه الله عز وجل بالمال حتى يصير طاغيا من الطغاة، كأنه لم يعرفك يوما من الدهر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المال المطغي. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم تغيروا الدنيا أبدا.
رغم أنهم كانوا من أفقر الناس فصاروا من أغنى الأغنياء. أنس بن مالك رضي الله عنه كان لا يجد ما يسد به جوعته، لم يمت إلا وكان له من التعليل والجوال كما جاء في بعض الروايات 1000 عبد وجارية. كان له من الأموال والقصور ما الله عز وجل به عليه، ولكن ما بدلتهم الدنيا وما غيرتهم فمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أب فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ما الذي أحدثه القرآن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ جعلهم متآلفين، متحابين، مجتمعين، متناصرين، متعاونين. الصحابة نعم اختلفوا، اختلفوا في المسائل الفقهية، كان الصحابي يقول كذا ويخالفه الصحابي الثاني، اختلفوا حتى في بعض المسائل المنهجية، حتى وصل بهم الأمر إلى الاقتتال بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن قلوبهم لم تختلف، كانت المحبة دائما هي شعاره. ما كان علي رضي الله عنه ليرضى أن ينال أحد من خصمه وهو معاوية، وما كان معاوية أيضا يرضى أن ينال أحد من علي رضي الله عنه. في أيام المصائب يشتبهون، المحبة شعارهم وإظهارهم، لأن الله عز وجل قال لهم: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لما اختلف معاوية وعلي استغل أعداء الدين كما هو الآن، ما من شقاق يحدث بين المسلمين إلا وجد أعداء الدين حاولوا يستثمروا فيه، ينفخوا في هذا وينفخوا في هذا، لأنهم يعلمون إذا شقوا صف المسلمين تركها. قال الله عز وجل: ولا تنازلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بالنسبة للدول أحدثوا لنا ما يسمى بالقبلية والجهوية، لما كانت معروفة أيام الاستعمار وأيام الثورة التحريرية، كان كل أطياف المجتمع من شرقها إلى غربها من جنوبها إلى شمالها لا فرق بينهما، كلهم تحت لواء واحد، كلهم يعلون راية لا إله إلا الله، كلهم ما يضحون من أجل دينهم وأرضهم وعبادتهم، لا فرق بين عربي وأمازيغي وبين شاوي وبين قبلي، كلهم كما قال عبد الحميد بن باليس رحمه الله تعالى عليه: ان الاسلام قد جمع بين ابناء يعرب وبين ابناء امازيغ لقرون خلت، فاي يد تريد ان تفرقهم ما افلحت ابدا. ورغم ذلك كما قلت كان من اعظم اسباب هذه اللحمه هي وجود القران حيا. لما نقول القرآن لا نقصد به القراءة في المصاحف، لا، نقصد أن يعيش الناس تعاليم القرآن. تعلمون هذه قصة ذكرتها في بعض المناسبات، أنه لما المستنبر الفرنسي مر على دخوله في الجزائر 100 سنة، قالوا واحد الاحتفال معروف، احتفال كبير، وحضرته الصحافة والإعلام، أرادوا أن يجعلوا الجزائر الفرنسية ويقضوا على الإسلام إلى رجعتها. فجاءوا 10 بنات أعطاهم الليسيوات حتى ينشئونهم على تعاليم النصرانية والمسيحية. بعد سنوات خرجوا في ذلك اليوم، وكان جنرال المستعمرات لاكوس في ذلك الوقت، فلما خرجوا خرجوا بدينهم وبالحايك اللي هو رمز، الحايك هو نوع من الحجاب والجلباب الشرعي الذي هو ميزه لهذا الوطن، ونتمنى لو انه يعود يوم من الايام، لانه كان رمزا للعزه والكرامه والاصاله ايضا. الشاهد لما خرجوا بذلك الحايك صعق الناس، قالوا وش تبيع كل هذه السنوات؟ فقال مقوله، قال: انا ماذا افعل اذا كان القران اقوى من فرنسا؟ ماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ أيضا في يوم من الأيام كان هناك اجتماع لبعض المستبشرين أو المبشرين وبعض المنصرين وغيرهم من أجل ضرب الهوية الإسلامية في بلد من البلدان.
فبدأ كل واحد منهم يعطي خطبة. فقال أحدهم: إن سر صمود المسلمين هو تمسكهم بالقرآن. على ما هم صامدين، على ما قلنا ليش نتلوهم ونغيرهم، لأنهم راهم متمسكين بالقرآن. فقام واحد منهم فقال: القرآن يبحث عنه ربي، فمزقه. فقام إليه واحد منهم عاق الحكيم، قال: يا هذا، إن القرآن الذي تمزقه الآن لم يحدث هذا التمزيق شيء، لم يغير شيء، لازم تمزق القرآن من قلوبهم، تمزق القرآن من قلوبهم. الآن المصاحف موجودة في مساجدنا، موجودة في جوالاتنا، عدد القراء ما شاء الله، قنوات لقراءة القرآن، ولكنهم وللأسف نجحوا في تمزيق القرآن من قلوبنا وقلوب شبابنا. هذه المصيبة التي نعيشها الآن، تعظيم القرآن والحياة بالقرآن، هذا الذي فقدناه وهذا الذي عاشه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الآن نأتي إلى نقطة أخرى. القرآن بين أيدينا، نقرأه ونستمع إليه ونحن في نعمته، لأنه سيأتي زمان هذا القرآن الذي نحمله الآن ونقرأ فيه سوف يرفع. القرآن من الله عز وجل بدأ وإليه يعود. من علامات الساعة أن يستيقظ الناس يوما فيذهبون إلى كتبهم ومصاحفهم فلا يجدون ولا آية من القرآن، كل شيء مفرغ. الذين يحفظون القرآن ينسون جميع القرآن حتى الفاتحة، كل الناس تنسى القرآن. فنحن لله الحمد نعيش في زمن نقرأ القرآن ونلعب بتلاوته، وهذه نعمة، أعظم النعم. والله الذي يشعر بهذه النعمة إلا من كان في وداع من الدنيا. دخلت في يوم من الأيام عند أحد المرضى توفاه الله عز وجل، الله عليه وعلى جميع أموات المسلمين، كان مريض بالسرطان في آخر أيامه. فقلت له: كيف يشفي بالسحر؟ قلت له: وش راك تتمنى في هذا الوقت؟ قال: والله لا أتمنى شيئا، أو لا أتمنى من الدنيا شيئا، أتمنى شيئا واحدا، أن يعود بي الزمن ولو سنة أو سنتين لأتمكن من حفظ القرآن الكريم. والله بهذا الأمر في ذلك الوقت الدنيا كلها صارت في عيني. وسمعت مرة إحدى النساء وكانت أيضا مبتلات بهذا المرض، ثم كانت في آخر أيامها، فلما قيل لها: ما الذي تتمنين الآن؟ وتعرفون المرأة وكان عندها أولاد صغار، يعني 3 سنين 4 سنوات 5 سنوات، عادة تفكر في أبنائها كيف ستموت وتخليهم، من الذي يرعاهم؟ فيقول من نقل القصة: يقول: والله ما ذكرت لا أبناءها ولا ذكرت أباها ولا ذكرت أو أبيها ولا ذكرت أمها، وإنما قالت: والله إني أتمنى في هذه الساعة أن الله عز وجل يمد في عمري حتى أختم القرآن العظيم. فهذه نعمة نعيشها، وفي أعظم منها أن يرزقنا الله عز وجل العيش بالقرآن العظيم. إذا لماذا تأخر الصحابة ونحن اليوم لا نتأخر؟ أعطيكم 3 أشياء أختصرها حتى لا أريد أن يقضي الوقت دون أن ألمم بما أريد أن أقوله. هناك 3 أشياء: تعظيمهم للقرآن، تأدبهم مع القرآن، والتذوق مع القرآن. تعظيم القرآن، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يسأل القرآن ويقرأ القرآن ليس مثلهم، كان يستحضر بأن الله عز وجل هو الذي يتكلم به. صور الآن غلق عينيك واستمع للقرآن أو اقرأ شيء وتخيل أن الله عز وجل ذاته العلي هو الذي يقرأ القرآن وتستمعه منه، سوف تجد في قلبك من السكينة والتأثر. والله عز وجل ذاته. هذه كانت حال الصحابة في كل وقت،
تعظيمه من القرآن استحضروا أن القائل والمتكلم به هو الله جل جلاله. السبب الثاني في التعظيم أنهم علموا أن القرآن الكريم فيه الخير كله في مجال السياسة والاقتصاد ومجال في كل المجالات، فالقرآن شامل تبيان لكل شيء. فلما علموا أن القرآن هو دستور وأنه خير وأن الفضل فيه والهداية فيه عظموه. فلما تعرف أن هذا الشيء هو سر نجاتك وحياتك، تكون على سبيل المثال مريض يجيب لك طبيب حادث تثق فيه يقول لك شوف هذا الدواء إذا ما خذيتوش تموت، هذا هو السبيل الوحيد لشفائك ونجاتك، كيف يكون اعتدالك بهذا الدواء؟ مستعد أن تضحي بنفسك ولا يضيع منك هذا. كذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع القرآن. السبيل الثالث تعظيم لأنهم لم يهجروها، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجران موش للتلاوة فقط، بعضنا ربما يتلو القرآن، ولكن أعرض الهجران هو هجران التدبر. الإمام يقرأ بهم في الصلاة، أحيانا حتى قصار الصور، لما نحن نستقصي صاحب الطول وش قرأ الإمام؟ أبدا، إلا ما رحم الله عز وجل، فضلا أننا نتأخر بالقرآن العظيم، هذا بالنسبة لي التعظيم. ناهيك عن التعظيم في مجالات أخرى، التأدب مع القرآن الكريم. الكثير منا تجده لا يتأدب لا مع المصحف ولا مع القرآن ولا مع حملة القرآن. كما رأينا من المصاحف وقصاصات مكتوب فيها آيات من القرآن الكريم مرمية الشوارع. كما رأينا من الأولاد والبنات في المتوسطات والابتدائيات والثانويات بعد الامتحانات يرمون الكراريس ويرمون الكتب وتدوسها الأقدام وفيها كلام الله جل جلاله. كما رأينا من الباعة يأخذ الجنان فيه اللغة العربية مكتوب فيه آيات من القرآن الكريم ويجعله ماذا؟ لسلعته أو يمسح به زجاجه. الصحابة لم يكونوا هكذا. ذكر عن بعض السلف والصحابة أعظم من ذلك أنه في يوم من الأيام وجد هو عبد الحبيب الزيات كان يمشي ووجد تلقى العلم عليه، وجد قطعة من المصحف أو جزء من القرآن الكريم مرمي في الشارع، فماذا فعل؟ أخذته الغير على كلام الله عز وجل، فأخذه ونظفه وطيره بالمسك وحطه في مكان عالي في البيت. فلما رد رأى في المنام أن الله عز وجل أرسل إليه ملكا فقال يا فلان إنك قد طيبت ذكري ورفعت قرآني وكتابي، لا أرفعن ذكرك وأطيبك في الدنيا والآخرة. فلما قال بعد ذلك صار من خير الناس ومن قراء القرآن والحمد لله رب العالمين. الأمر الآخر التبرج، احنا لماذا لم نتأثر بالقرآن؟ لأننا تأثر بالقرآن لابد أن يمر بمراحل. احنا منيح لما نعلم أولادنا يحفظوا القرآن، ولكن أعظم من ذلك أن نعلمهم كيف يتأثرون بالقرآن ويتدبرونه. يقول الإمام الطبري رحمه الله: عجبت بمن يقرأ القرآن كيف يتلذذ به وهو لا يعلم معناه ولا يتدبره. ولذلك دائما أنا أوصي حلقات تحفيظ القرآن أن يكون دائما حصة أو جزء من الوقت العيش مع القرآن الكريم، تأخذ آية ثم تخلي هذا الولد يعيش معها، تربط هذا بالواقع. ولذلك جاء في الحديث تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال عبد الله بن عمر: كانت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنتعلم حلالها وحرامها ونزداد بها إيمانا. وإنكم اليوم تقرؤون القرآن من الفاتحة إلى الناس لا يجاوز تراقيكم، نقرأه صح ولكنه لا ينفذ إلى قلوبكم. نأتي الآن إلى
حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من القرآن على القرآن وأختم بها. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حالهم من القرآن حال عجيب. ولو عدنا أن نبسط في كل جزء منه محاضرة لما وفينا من حقه. يأتي إلى حالهم مع سماع القرآن وقراءته عجيب. يقول الله عز وجل بالنسبة للذكر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. ماذا؟ ذكر الله. تلين جلودهم وقلوبهم بهذا القرآن الكريم. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان الواحد إذا سمع القرآن دمعت عينه واقشعر جلده وتأثر قلبه. شوف احنا نقرأ القرآن ونستمع إليه في صلاة التراويح أحيانا حزبين في كل يوم. فاسأل نفسك بالله ما هي الفقرات التي تأثرت بها في القرآن؟ تلقى الإمام صاحب صوت وآيات لو أنزلت على جبل لتأثر به، ولكن نحن كأنك تنفخ في رماد. ولذلك قال بعض الصالحين: فتش عن قلبك في ثلاث مواضع. إذا تحدث عن قلبك، هل هو حي؟ هل أنت من أصحاب القلوب الحية؟ فانظر إلى قلبك في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند سماع القرآن. إذا كنت تأثر بالقرآن الكريم اعلم بأن قلبك ما زال حي. عندما تدخل إلى المقابر، إذا تأثرت بسورة الموتى وهم يدفنون فاعلم أن قلبك ما زال حي. الآن صرت ندخل المقابر وندفن الموتى والناس تضحك والناس تلعب والناس تحدث عن المباريات والناس رأيتهم كعيد، حتى من يدخن داخل المقابر، حتى رأينا من يتعاطى المخدرات داخل المقابر. أي قلب بقي لمثل هؤلاء؟ فتش عن قلبك في هذا الموضع. الموضع الثالث: فتش عن قلبك إذا خلوت بنفسك. لما تطفي الضوء وتخلو بنفسك وتتذكر ما مضى من حياتك وما الذي ينتظرك، إذا شفت قلبك يزغد وبدأت أن تتأثر فاعلم بأن قلبك ما زال حي. وإلا عليك أن تتبارك قلبك فإنه قد شرف على الموت. ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حالهم عند سماع القرآن كما وصفهم ربنا الرحمن: تقشعر جلودهم ويتأثرون. تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه المرض في آخر حياته ولم يستطع أن يصلي للمسلمين، قال: مو أبا بكر فليصلي للناس. تقول عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل نسيف، يعني سريع الدمعة، إذا قرأ القرآن بكى. هذا يرفع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب يقول: عبد الله بن شداد بن الهاد يقول: صليت خلف عمر بن الخطاب ذلك الجبل عمر وما أدراك ما عمر، قال: فسمعت نشيجه ونزيز صدره من آخر الصف آخر المسجد وهو يتلو قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان الواحد منهم كما كان عثمان بن عفان إذا افتتح القرآن في صلاته في آخر في الليل لم يشعر بحاله حتى يؤذن الفجر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها كانت ربما تقوم بليلة فيذهب الذاهب ويرجع وهي ما زالت ترددها. وهكذا كان حالهم عند سماع القرآن وعند قراءته. ما زالت أخشى. نعم، نبهني لأنه أنسى نفسيا. نعم، طيب. الأمر الثاني في حالهم مع القرآن أنهم حالهم إذا سمعوه وما الذي يفعلوه بعد سماعه. الله عز وجل عاب عن اليهود انهم كانوا يقولون سمعنا وعصينا، ومدح المسلمين الذين قالوا سمعنا واطعنا. كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم
إذا سمع الواحد منهم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، مباشرة يذهب إلى الابتداء، حتى ولو كان هذا الشيء من أحب الأشياء إليه. أعطيكم مثالات فقط. المثال الأول على الخبر. الخبر بالنسبة للصحابة ما كانش مجرد مشروع فقط، كان بالنسبة للصحابة مثل الحياة، تجارتهم وأموالهم كلها كانت تقوم على الخمر، طبعا قبل تحريمه. كانوا يشربونه أكثر مما يشربون الماء. نشأ الواحد منهم من صغره إلى أن كبروا بذلك الخمر. لما نزل قول الله عز وجل فاجتنبوا، شوف إنسان طول حياته البال بتاعه كل موضوع في الخمر، لما سمع قول الله عز وجل فاجتنبوه كان الواحد منهم راح يرفع الكأس إلى فمه فرماه. كان واحد منهم خزن التجارة بتاعه المغانير كلها في الخمر، ماذا فعل؟ راح رماها في سكك المدينة. إنها سرعة الاستجابة. إذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعطها سمعك. إن الله عز وجل يخاطبك أنت. شوف الآن نحن لما تقول واحد تقول يا أخي اتق الله، الله عز وجل يقول كذا، قل لك ما قنعتنيش، مانيش مقتنع، أظن آذنت. مزامير الشيطان والله المستعان. هذه الجوالات التي بين أيدينا الآن
الآن التلفزيونات وكذا ذهب وقتها. الآن الواحد ما منا أحد إلا وتجده يفتح من جواله في ليله ونهاره، وإذا فتحه سوف تظهر يا مقطع يا صورة يا مقطوعة موسيقية كل هذه مما تطرد الشياطين. أم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أو لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب؟ في صورة المقصود بها الصورة الحية يعني. الآن لما تفتح جوال دائما قل لي بالله عليك ما من جوال أي جوال ليس فيه الصور، الصور الموجودة في المواقع الموجودة فيه، فهذه صارت طاهرة للملائكة جاذبة للشياطين. فهجران القرآن استبداله هذا بمزامير الألحان وبهذه الصور وغير ذلك جلب المشاكل إلى بيوتنا، وبعد من ذلك بيوت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت إحياء للقرآن من أوله إلى آخره. ما الذي أو ما حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع القرآن؟ كان حالهم رحمة الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاهم كما وصفهم ربنا جل جلاله إذا أنزلت عليهم كتاب الآية زادتهم إيمانا. كان القرآن لما ينزل عليهم ويستمعوا كلما استمعوا كلما زادوا إيمانا، كلما استمعوا كلما ازدادوا إيمانا، ولو ما كان في أعنابهم. أبو طلحة كما جاء في الصحيح كانت له أموال ومن أفضل وأحب أمواله بستان يقال له بيت روحاء. كان عنده واحد البستان من أفضل الأموال، يعني كان الناس كما يقال يضربون به المثل في حسنه وفي بهائه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليه ويشرب منه ويستظل فيه. فلما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لقد سمعت قول الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن بيروحاء هذه هذا البستان من أحب أموالي إلي وإني قد جعلته في سبيل الله. شوف الآن أنت كم من مرة مررت على فقير ومسكين سواء كان جارا أو صديقا أو من تعرفه أو قريبا، تسمع الآيات وتسمع مدى الزجر والبعيد ولكن لا يحدث فيك أي شيء. هذا هو الفرق بيننا وبين جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كان الواحد منهم إذا سمع آية في ثوران غضبه لا يوقفه شيء إلا كلام الله عز وجل. لذلك جاء في عيينة بن حسين لما استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا واحد من الأعراب جاء إلى عمر بن الخطاب فاستعان بقريبه لما كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين خليفة، فقال له دخلني عند أمير المؤمنين أني أحتاج في حاجة دخلني عنده. فأدخله الحر بن قيس يعني كان من بناء عمومته، فدخل هذا الأعرابي إلى عمر بن الخطاب فقال يا عمر إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. قال له أنت لا تعطينا أموالا وتظلمنا. عمر وما أدراك ما عمر يفعل هذا ويقال له هذا؟ فغضب غضبا شديدا وهم به. قال الحر بن قيس فقلت له يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فقال والله ما تجاوزها عمر أبدا وكان وقافا عند كتاب الله جل جلاله. شوف بعض الناس الآن نحن لما تشوف إنسان يقوم بأي عمل وتقول له يا أخي الله عز وجل يقول كذا وكذا، يقول لك يا هذا نعرف هذه يجب لنا حاجة جديدة. فصار مثل هذا الأمر الذي فقدناه نحن ووجده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الذي رفعهم وبواهم. حال الصحابة مع القرآن الكريم أنهم كانوا يتحكمون إليه. التحاكم إلى القرآن الكريم أن نجعله
له من هذه الحياة. الآن نحن لم نوفق في بيوتنا ولا في حياتنا ولا في مجتمعاتنا ولا في دولنا لأننا لم نتحاكم إلى شرع ربنا وكتاب ربنا. هذا هو حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بشكل مختصر. وإن إذا قلت الصحابة قلت القرآن، وإذا قلت القرآن قلت الصحابة، ولذلك الصحابة والقرآن توأمان لا يفترقان إلى يوم الدين. فإذا أردت يا عبد الله أن تحيي نفسك وتنعش قلبك وتحيي الحياة الطيبة الهنيئة وتسعد في أسرتك وفي حيك وفي مجتمعك وترفع عن أمتك، فتأمل حال الصحابة مع كتاب ربهم، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أقول ما تسمعون، وأحمد الله أولا وآخرا أن وفقنا لاجتماع بكم في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه التواب والثبات، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أثبت بالشكر على القائمين هذا المسجد على هذا المسجد على هذا الأسبوع الدعوي. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم، كما أشكر الحاضرين أيضا، وأسأل الله عز وجل أن يوفيهم أجرهم غير منقوص على صبرهم وعلى مرابطتهم وحسن استماعهم. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. أدعو سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.